كور بيها حقك كور بيها. استنى سامحني سامي يضحك. وانت البارح نتفرج يا سامي نسمع ليه فيكم. ليه على الكاميرا ما صوروكش وانت طايح؟ انا كي نبدا في الكوجين نسمع فيكم. باش تعمل في الكوجين؟ نبدا نسمع. طيب سلاطه اللي كان حاط فيها اللوز والزبيب. سلاطه من عند القليبي. تيراج شاد لي زويته. ستاد 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 شاد لي زويته هذاك التحفه. واول ما بدات الدوله الفتيه ودوله الاستقلال. لا موجود من قبل. اي نعرف كان موجود. هو اسمه جيفيري ولا اسمه؟ هاي في بالي. هاي شبيك ما دخلتش ما حكيتش بالكدي على شاد لي زويته؟ ليش قلنا احنا؟ وتعرف شخصيه شاد لي زويته شكون؟ نعرف بيان سور. اللي كان شنو؟ بيان سور بريزيدون الترجي لمده طويله. لا وجمع ما بين رئاسه الترجي ورئاسه الجامعه. الجامعه الفيدراسيون عمرها ما شخصيه. لا انا اللي حبيت نقوله فما عباد فهموني فما عباد فهموني بالغلط. مش ما نحبش زويته نحب. انا ماذا بيا خمسه استاديات في العاصمه. انا شنو نطلب؟ انا نطلب المستطاع. انا قلت عندنا استاد اسمه المنزة. المنزة هذا اللي هو ساعه يهز ب 40,000 وفي قلب تونس وكل شيء. ماذا بينا يرجع اليوم يكوروا فيه جمعيات اموال كلوب والاسبيرونس. ريتو شاد زيت ما رجع ولا رجع صغير ما يهز كلوب والاسبيرونس والبلديه وكذا. والدبابي كان يعني صديقنا يعني نتاع الهوند عماد. عماد عماد هو اللي لاهي بالامور الرياضيه في بلديه تونس وقاعد يحارب على برشا حاجات باش يرجع زاد حتى المنزة. ثم يعني مشروع في بالي في بالي انه طلب العروض ان شاء الله رقم على تصليح راهو. هذه في دوله معناتها تاريخ المنزة عاد وما ادراك. لا بصراحه سامي هو المركب هذاك الكامل اللي فيه البيسين والمنزة وفي القبه الحقيقه يلزم يرجلوه. تاريخ كبير. تونس توا كان تمشي وانا نمشي غادي نعم ولا نجري لازم تشوف تونس كامله غادي متنفس للناس هكا رجلو لازم يكمل. سامحني في الليل ما فما حتى انبوبه تشعل. علاش؟ اي خاطر في الليل انيفرسير شكون يعني؟ يسهلوا للجماعه الاخرين فهمت؟ لا في المشروع عيد ميلاد شكون؟ حتى البيسين راهو لازم يتصلح.